أتشيب. لفئة الدراجات النارية الفئة مفتوحة لجميع أحجام المحركات لا يسمح باستخدام أي شاحن على الدراجة يسمح بتغيير هوائيات الدراجة لا بد من وجود كفرات أسلك أو السمسلك كفرات الشارع ممنوعة ولا يسمح باستخدام التبديل الهوائي يسمح باستخدام جميع أنواع الكمبيوترات الرياضية على الدراجة لابد ان يكون ارتفاع الدراجة بمسافة تبعد اثنين انش عن اقرب نقطة للارض ولا مانع من اطالة الدراجة بمسافة لا تزيد عن ثلاثة وستين انش يبدأ قياسها كما ترون بالفيديو يجب تشغيل المحرك بنظام التشغيل الذاتي ولا يسمح بوجود ستارتر خالي يجب ان تكون المصابيح الامامية والخلفية تعمل بشكل جيد لا يسمح باي تخفيف وزن وتمنع الاوزان الاضافيه يمنع قص الفيابر للتخفيف او انزال الدراجة وجود رخصة قيادة خاصة بالدراجة النارية سارية الصلاحية لابد من ذلك يسمح بدخول شخص واحد من اعضاء الفريق مع الدراجة بعد مسارات التحضير اما بالنسبة للبدلات الرياضية لابد ان تكون بدلة مناسبة مع وجود كسارات عند الركبتان والمرفق ولا بد من وجود شعار دي او على الخوذة من الخلف ولا ننسى أيضا القفاز الرياضي وأيضا الحذاء المناسب للدراجة لا تنسوا أن تتابعونا على باقي الفيديوهات للفئات الثانية